أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فتاوى، الذي نسعد فيه وإياكم باستضافة معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مطلع هذه الحلقة أرحب بالشيخ صالح، فمرحبا بكم وأهلا شيخنا. حياكم الله وبارك فيكم. أيضا ريثما تأتي أسئلة المشاهدين والمشاهدات على هاتف البرنامج الذي سيكون مطبوعا على الشاشة، نحب فضيلة الشيخ أن نلقي الضوء على تفسير قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نريد من فضيلتكم تفسير هذه الآية، نفع الله بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية الكريمة نزلت في بيان حد المحاربين، وهم الذين يتعرضون للناس في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة، هؤلاء هم المحاربون. وفي هذه الآية تتفاوت عقوبتهم بحسب جرائمهم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، فمن قتل وأخذ المال فإنه يقتل ويصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل فإنه يقتل فإنه تقطع يده أو تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف، وكذلك إذا أخاف الطريق ولم يقتل نفسا ولم يأخذ مالا فإنه ينفى من الأرض، بمعنى أنه يطارد من البلد فلا يترك يأوي إلى بلد. وعند الحنفية أنه ينفى من الأرض بمعنى أنه يسجن حتى يكف شره عن المسلمين. فالآية الكريمة جاءت وبينت أن حد المحاربين يتنوع بحسب جرائمهم، فمن قتل وأخذ المال يقتل ويصلب، ومن قتل ولم يأخذ المال فإنه يقتل حتما ولا يصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل فإنه تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف، ومن أخاف الطريق ولم يقتل نفسا ولم يأخذ مالا فإنه ينفى من الأرض، بمعنى أنه يطرد من البلد، يعني يطرد من المملكة مثلا وينفى. وقيل إنه ينفى من الأرض يعني يسجن، هذا قول الحنفية. وأما قول الجمهور فإنه ينفى من البلد ولا يترك يأوي إلى بلد حتى يتوب إلى الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح، ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. أيضا سؤالنا لفضيلتكم: ما هي الآثار المترتبة على تطبيق الحدود والتعزيرات الشرعية على الأفراد والمجتمعات؟ تطبيق الحدود فيها حماية، حماية للنفس وحماية للعرض وحماية للمال وحماية للأمن، أمن الجميع، ففيها حماية لضرورات المسلمين، الضرورات الخمس:
التي هي حفظ النفس، حفظ الدين أول شيء، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العرض، حفظ المال، هذه الضرورات الخمس، وكل واحدة لها عقوبة محددة حتى يأمن الناس على دمائهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم. وكل حدود الله رحمة، ولهذا جاء في الحديث: لحد يقام في الأرض خير لها من أن تمطر 50 صباحا أو 40 صباحا، خير لها من أن تمطر 40 صباحا. ففيها عمارة البلاد، وفيها صيانة الأوطان، وفيها مصالح عظيمة، وكما هي تتجلى في هذه البلاد ولله الحمد التي تطبق الحدود وتقيم الشرع وتحكم بالشريعة، فإن هذه البلاد تنعم بنعمة ولله الحمد يغبطها عليها غيرها. البلاد الكبرى رغم ما عندها من الحديد والنار والمخترعات لا يحصل بها هذا الأمن، وهم يعاقبون بأشد العقوبات، ومع هذا لم يتوفر عندهم الأمن. وهذه البلاد لما كانت تطبق حدود الله كانت يتوفر فيها الأمن على أروع مثال، لا يوجد نظيره على وجه الأرض، لأنه تشريع من حكيم حميد، وليس فيه ظلم ولا جور، وإنما هو عدل وحكمة ورحمة ولله الحمد. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين، هل تطبيق الحدود الشرعية على من يستحق هذه الحدود من المجرمين وقطاع الطريق والخارجين أيضا عن الجماعة، هل يعتبر يعني كما يقول بعضهم معارضة لحقوق الإنسان وبني آدم؟ لا، هو حفظ لحقوق الإنسان، ما يقول هذه المقالة إلا من انتكست فطرته، وأما الإنسان العاقل فإنه يرى أن هذه الحدود فيها حماية لحرية الإنسان، حماية لنفسه، حماية لعرضه، حماية لماله، حماية للأمن. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، لدينا بعض الأسئلة التي وردت لهذا البرنامج عبر وسائل التواصل. معنا أبو عائشة الفضلي من الكويت يسأل، يقول: ما حكم قول الإنسان أنا واثق من نفسي؟ هذه مقالة جاهلة لا عبرة بها، ما أحد يثق من نفسه، كما قال الله جل وعلا: وما أبرئ نفسي، كما قال جل وعلا عن يوسف عليه السلام: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. الله جل وعلا يقول: ولا تزكوا، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. نعم. أيضا يقول أحد الإخوة يسأل، يقول: زوجته موحدة ولكن أهلها على الشرك، ينذرون لغير الله ويذبحون لغير الله ويحلفون بغير الله، فهل له أن يمنع أولاده الصغار من زيارتهم خشية التأثر بالعقائد الفاسدة؟ وهل يعتبر هذا من قطيعة الرحم أو هذا هو الواجب في حقه؟ إذا كانوا يدعونهم إلى مذهبهم وإلى ما هم عليه ويفسدون عليهم دينهم فإنه يمنعهم من زيارة أقاربهم الذين بهذه المثابة، حفاظا على عقيدتهم وعلى دينهم وعلى أمنهم، فإذا خاف عليهم فإنه يمنعهم، وإن تركهم يزورون يذهب معهم ويرجع بهم، يكون حارسا عليهم ومتابعا لهم. نعم. أيضا من أسئلته بارك الله فيكم، يقول: الذي يجلس ينتظر صلاة إلى الصلاة الأخرى وكذا، من جلس ينتظر الإشراق، هل يدخل في عموم النهي عن تشبيك الأصابع؟
بعد الصلاة لا ينهى عن تشبيك الأصابع، إنما ينهى عن تشبيك الأصابع في من كان ينتظر الصلاة، من كان ينتظر إقامة الصلاة إنه لا يشبك بين أصابعه، أو كان يسير في الطريق إلى الصلاة لا يشبك بين أصابعه، أما بعد الصلاة فلا مانع، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة لما فرغ من الصلاة ذهب إلى خشبة في جانب المسجد فجلس عندها وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله عليه وسلم. أيضا سؤاله التالي يقول: هل تقسيم التوحيد تقسيم اصطلاحي أم أنه استقرائي، وما ثمرة التفريق؟ تقسيم التوحيد بناء على ما جاء في القرآن، فالآيات التي فيها بيان توحيد الربوبية هذه في توحيد الربوبية من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير وغير ذلك، والآيات التي جاءت بالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والنهي عن الشرك هذه في توحيد العبادة، والآيات التي فيها بيان أسماء الله وصفاته هذه فيها توحيد الأسماء والصفات، هذه أقسام توحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. نعم، أحسن الله إليكم. ويسأل يقول: قول الله تعالى هو السميع البصير، فنثبت صفة البصر من اسمه البصير. يقول سؤالي: هل يجوز إثبات صفة البصيرة من هذه الآية؟ لا، نثبت له البصر وهو السميع، نثبت له السمع، البصير نثبت له البصر. نعم، أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. السائل يسأل يقول: يكثر في هذه الأيام الذهاب إلى البراري طلبا للتنزه، وأحيانا قد يتجاوز الإنسان مسافة القصر وهي 80 كيلو مترا، يقول هل نقصر ونجمع؟ إذا خرج من البلد قاصدا جهة معينة تبلغ 80 كيلو فأكثر فإنه يقصر الصلاة لأي غرض كان من ما أباح الله من النزاع أو من قضاء حاجة أو غير ذلك. أما إذا خرج وهو لا ينوي مسافة معينة وإنما يقصد النزاع في أي مكان يناسبه فهذا لا يقصر الصلاة، لأنه لم يقصد مسافة معينة في خروجه. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بعلمكم. الأخ عبد العزيز من الطائف معنا اتصال، تفضل يا أخ عبد العزيز. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. إذا دهن الشخص، سؤالي: إذا دهن الشخص بزيت الزيتون على جميع أعضاء الجسم وأراد الوضوء، سؤالي: هل يمنع الزيت وصول الماء، وهل إذا أراد الوضوء لابد من درك هذا الزيت؟ شكرا. لا، ما يمنع يا أخي، الزيت الأدهان التي لا تتجمد على الجسم هذه لا تمنع وصول الماء إلى الجلد، ولا مانع منها والحمد لله. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بعلمكم. الإسلام والمسلمين. أبو خالد من تويتر يسأل يقول: هل ورد عن السلف الإنكار العلني؟ نعم، من رأى منكم منكرا، هذا في الحديث، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. نعم، أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. أيضا يقول أحد السائلين يقول: بالنسبة لمن يخرجون إلى البراري والمنتزهات، هل يصلون الجمعة وهل يجمعون أم أنهم يصلونها ظهرا؟ إذا كان حولهم قريب منهم مسجد تقام فيه الجمعة ويسمعون الأذان، يسمعون الأذان بالإذن المجردة بدون مكبر الصوت، فإنهم يلزمهم الذهاب والصلاة مع المسلمين. أما إذا كانوا بعيدين ولا يسمعون الصوت بالصوت المجرد فإنه لا تلزمهم الجمعة. نعم،
أحسن الله إليك. هذا يقول: ما نصيحتكم للشاب العاق لوالديه الذي يرفع صوته عليهما لأنهما يأمرانه بصلاة الفجر؟ قبل هذا تكملة للجواب الذي قبل هذا، فضل أنه إذا قصد مسافة معينة ولو للنزهة تبلغ 80 كيلو فإنه يقصر الصلاة، أما إذا خرج ولا يدري أن ينزل قريب أو بعيد فإنه لا يقصر الصلاة ولو بلغ مسافة القصر، لأنه لم ينوي مسافة معينة. وأما من خرج وهو يسمع أذان الجمعة قريبا منه يلزمه الحضور والصلاة مع المسلمين. أما من يقيمون الجمعة في البر فهذا منكر ولا يجوز ولا تصح صلاتهم بهذا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. سؤالنا الآن يقول: ما نصيحتكم للعاق لوالديه يرفع صوته عليهما، وإذا نصحاه لصلاة الفجر، خاصة إذا نصحاه لصلاة الفجر؟ لا يجوز له أن يرفع صوته على والديه، لأن هذا من العقوق. الله جل وعلا يقول: ولا تنهرهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. فلا يرفع صوته على والديه، خصوصا وأنهم يأمرانه بالصلاة، يأمرانه بالمعروف، فإنه لا يقابل هذا بالمنكر، هذا منكر، فلا يزيد على المنكر منكرا آخر. نعم. أيضا هذا السائل يقول: ما توجيه فضيلتكم في بعض المظاهر في الأفراح والولائم من الزيادة في المآكل والمشارب والملابس بلا داع، ثم بعد ذلك إهمالها وتركها عرضة للرمي في سلات المهملات، وهل يعد هذا كفرانا بالنعم؟ هذا مخالف لقوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ولقوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فلا يجوز إهدار النعم والزيادة عما يحتاج إليه الناس، بل يكون هذا بقدر الحاجة، وإذا فضل شيء يتصدقون به على المحتاجين. وهناك في علمي هناك جمعيات لمثل الولائم أو بقايا الولائم، يجمعونها ويخزنونها في ثلاجات ويزعونها على الفقراء، يتصل عليهم ولا يضيع النعمة ويسرف فيها، يسرف فيها أولا ثم يضيعها ثانيا. نعم. أحسن الله إليك شيخنا ونفع بك الإسلام والمسلمين. بعض الناس إذا كان في السفر في يوم الجمعة فإنه يصلي الظهر 4. نعم. يقول: بعض الناس إذا كان في السفر في يوم الجمعة فإنه يصلي الظهر 4. هذا لا يجوز، يصلي الظهر، ينويها ظهرا، ينويها ظهرا ويصليها ركعتين ما دام أنه مسافر. الجمعة في يوم الجمعة وفي غيره صلي ركعتين الرباعية. نعم. إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قالوا: يا رسول الله، كيف نجمع، كيف نقصر وقد أمنا، يعني ذهب الخوف. قال صلى الله عليه وسلم: هذه صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا من الله صدقته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيضا حول ما يتعلق بأسئلة البر وأيضا المنتزهات، يقول: بعض الناس يجمعون بين المغرب والعشاء، فما هو التوجيه؟ وهل الجمع يكون للإنسان المستقر والذي وصل إلى البر أو البلد التي يريدها؟ القصر، الجمع يتبع القصر، إذا جاز له القصر جاز له الجمع، أما إذا لم يجز له القصر فإنه لا يجوز له الجمع، إلا في مسألة ما بين المغرب والعشاء في حالة المطر الذي يبل الثياب،
أو الرحل الذي يكون على الطريق، يجوز لهم أن يجمعوا بين المغرب والعشاء، نعم، في الحضر والسفر. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. معنا اتصال من الرياض، الأخ عبد الرحمن، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله يا شيخ. أنا عندي سؤال إذا تكرمت. تفضل اسأل يا عبد الرحمن. صار لي متزوج 15 سنة وزوجتي شرت ذهب من المهر حقها ولم تزكي الذهب، نعم، لأن ما كان عندها مصدر دخل. الآن توظفت السنة اللي راحت وتبغى تسأل، تبغى تبرر ذمتها، هل تزكي الذهب عن مقدار السنوات اللي راحت اللي ما كانت موظفة فيها، أو تزكيه بس من بداية التوظيف؟ يا أخي حسب النية، إذا كانت اتخذت الذهب لللبس إذا احتاجت للتزين به فليس فيه زكاة عند جمهور أهل العلم، وهذا فيه التيسير على النساء. وأما إذا اتخذت الذهب للتجارة والقنية أو أنه لا حاجة لها به فإنها تزكيه كل ما يمر عليه سنة بإخراج ربع العشر منه. نعم، في سؤال آخر عبد الرحمن؟ شكرا لك. شكرا للأخ عبد الرحمن. أيضا نعود فضيلة الشيخ إلى بعض الفتاوى المتعلقة بهذا. بعض الناس خاصة مع شدة الأجواء والبرودة أحيانا يضطر لإشعال النار، قد تكون هذه النار أمامه في الصلاة ويكون أمامه مدفأة، فهل يجعلها في قبلة صلاته؟ يقول العلماء ويكره استقبال النار ولو سراجا، فلا يستقبل النار يجعلها بين يديه، بل يتنحى عنها ولا يجعلها بين يديه، لأن هذا تشبه بالمجوس الذين يعبدون النار. نعم. وأيضا من الأسئلة التي وردت إلى فضيلتكم، يقول شيخنا الشيخ صالح الفوزان، هل شدة البرد والرياح عذر في ترك صلاة الجماعة؟ هذا يختلف باختلاف الناس. إذا كان في المغرب والعشاء خاصة والليل مظلم فإنه عذر، وأما إذا كان في النهار والناس يخرجون وفي الأسواق وفي أشغالهم فإنه ليس عذرا، يصلي مع الناس. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردتنا في هذه الحلقة، هذا يسأل عن ثواب الترديد وراء المؤذن، وماذا يقول الإنسان بعدما ينتهي المؤذن؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر وحث على متابعة المؤذن، فيقول المستمع مثل ما يقول المؤذن، فإذا فرغ فإنه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فإذا قال هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعتي يوم القيامة، هذا فيه فضل عظيم. نعم، أحسن الله إليك. بعض الناس المؤذن إذا سمعه في صلاة الفجر قال صدقت وبررت، فهل هذه العبارة صحيحة وواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه قال بها بعض العلماء، ولكن الصواب أو الراجح أنه يقول مثل ما يقول في 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 هذه اللفظة وفي غيرها من ألفاظ الأذان، يقول مثل ما يقول المؤذن لعموم الحديث، قولوا مثل ما يقول. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا معنا عبد الكريم من الرياض، تفضل أخ عبد الكريم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. أنا الشيخ الفاضل الشيخ العزيز الشيخ صالح. ألو. نعم الشيخ صالح، أخوك عبد الكريم الجبرين طال عمرك. نعم. نعم حالك. نعم. الله يسلمك. بسألك سؤال يا فضيلة الشيخ، أنا طال عمرك عام 35 كنت في المستشفى، داخل المستشفى وافطرت وقالوا لي يعني أطلع
أطعم رمضان كله لأني ما قدرت أصوم. السنة هذه عام 36 يعني تحملت على نفسي وصمت لأن معي سكر وكذا وضغط وكذا صمت، لكن يشق علي صمت صمتك كله، بس إن فيه هل ما خلاص يعني أنتهي ولا لابد أصوم عام 35؟ والله يا أخي لا، ما دام إنك مفطر لحاجة ويعني حاجة مرضية يقتضي أنك تفطر، هو أن الأطباء نصحوا لك بالإفطار، فإنك تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، والذين يطيقونه هم الذين يشق عليهم الصيام أو يعجزون عنه لكبر أو مرض مزمن، فيطعمون عن كل يوم مسكينا ويكفي هذا عن الصيام. ما دمت أنك أطعمت لأجل المرض فإن هذا يجزيك والحمد لله. نعم. وإذا استطعت الصيام فيما بعد فإنك تصوم، تصوم يعني الشهر الحاضر لا الذي أطعمت عنه. نعم. طيب في سؤال آخر أخي عبد الكريم؟ سم؟ في سؤال آخر؟ أبداً. الله يحييك، أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. أيضا من الأسئلة التي وردت في عبر تويتر يقول عند المباركة بالمولود يقولون يتربى في عزك، هل في هذا محذور؟ ليس فيه محذور، لكنه خلاف الوارد، فإذا هنأوه بالمولود فإنه يقول اللهم استجب أو اللهم تقبل، تقبل الله منكم وما أشبه ذلك. نعم. أيضا أبو خالد عبر تويتر يقول هل ورد التسبيح عند الشروق وعند الغروب؟ تسبيح عند الشروق وعند الغروب المراد به صلاة الفجر وصلاة العشاء، صلاة وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها صلاة العصر وقبل طلوع الشمس صلاة الفجر، فهذه الآية فيها فضيلة صلاة الفجر وفضيلة صلاة العصر. نعم. أيضا شيخنا أحد الإخوة يسأل يقول الشيخ صالح الفوزان استخدام المسجلات والأشرطة في الأذان في الدوائر الحكومية لتذكير الموظفين والعاملين بوقت الصلاة خاصة صلاة الظهر، هل في ذلك محذور شرعي؟ هذا لا يؤدي الغرض المطلوب والمشروع، يؤذن واحد يحتسب واحد أو يكلف واحد من الموظفين أو من المستخدمين ويؤذن بصوته، لأن التصويت بالأذان مطلوب وعبادة ولا يكفي المسجل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وزادكم علما وعملا. أيضا من الأسئلة التي وردت في هذا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، يقول هل يدخل في هذا من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو من له تأويل سائغ؟ لا يدخل في هذا، كل من خرج على ولي الأمر يريد شق عصا الطاعة فإنه يجب قتله لأجل الحفاظ على جماعة المسلمين والحد من الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. نعم. بارك الله فيكم ونفع بكم. أيضا فضيلة الشيخ هذا يقول ما هو نصيحتكم لبعض الفتيات المنشغلات بوسائل التواصل الاجتماعي وهذا يؤثر على صلاتهن وأحيانا قد يفتح لهن بابا في بعض العلاقات المحرمة؟ لا يجوز للمسلمة أن تدخل في هذا الموضوع وأن تبتعد عن هذه المواقع وهذه الجوالات الملهية والتي تجلب الشر، فعليهن أن يتجنبن ذلك. الجوال إنما يستعمل للحاجة، لأن تستقبل المكالمة وترد عليها للحاجة فقط، أما أن يتخذ وسيلة مغازلات أو وسيلة مخاطبات أو ما أشبه ذلك فهذا فساد ويؤول إلى الفساد ولا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ممن نأخذ العلم والفتوى، وما هي صفات أهل العلم وأهل الإفتاء؟ تأخذون العلم عن العلماء، إما في المساجد إذا كانوا يجلسون في المساجد، أو بالدراسة النظامية في المدارس والمعاهد والكليات، تأخذونه عن العلماء، ولا تأخذون العلم عن الجهال، أو تأخذونه من الأوراق والمطالعة والكتب. هذا ليس بأخذ للعلم، وهذا ربما يجر إلى خلاف المقصود، وربما تفهم خطأ، أو تقرأ في كتاب فيه شر وفيه شبه، فيتسبب ذلك في تلويث فكرك. فعليك أن تتصل بالعلماء دائما وأبدا، في المساجد وفي المدارس وفي دور العلم، والذين تؤخذ عنهم الفتوى معلومون عند الناس. فالفتاوى العامة هذه يرجع فيها إلى دار الإفتاء، وأما الفتاوى الفردية فهذه تؤخذ عمن تثق بعلمه ودينه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، وجعلكم موفقين ومسددين ومباركين. أيضا هذا يسأل يقول: ما هي نصيحتكم للآباء وأولياء الأمور في الإجازة التي سيأخذها الطلاب الأسبوع القادم؟ بماذا تشغل وبماذا تنصحونهم؟ هذه الإجازة جعلت للراحة بين فصلين دراسيين، يستعملونها في الراحة وفي الأمور المباحة، وفي ما لا محذور فيه ولا معصية فيه، وليس فيه لهو ولا لعب. نعم. أيضا فضيلة الشيخ، تكرار العمرة هل هو أمر مشروع؟ نعم، تكرار العمرة، نعم، إلى قوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة. فهو يعني لا بأس بمتابعة العمرة، ولكن لو كان بين العمرتين، لو كان بينهما فاصل بحيث ينبت شعر الرأس، يكون هذا أفضل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وزادكم علما وعملا. هذه يعني تسأل وتقول: ما هي علامة الطهر من الحيض والعادة الشهرية؟ هذا شيء تعرفه النساء، إذا انقطع الدم وأخذت قطنة وجعلتها في مخرج الحيض ولم تتلوث ولم يظهر عليها لون، فإنها قد حصل لها الطهر والنقاء. نعم. وهذه سائلة تسأل تقول: فضيلة الشيخ، نحن النساء نسأل عن ما هي الوقت الذي بين المغرب والعشاء بالتحديد، لأن بعض النساء قد تؤخر الصلاة، هل هو ساعة أو ساعة ونصف أم إلى أذان العشاء؟ أفتونا مأجورين. الوقت الذي بين المغرب والعشاء معلوم بالحساب، المغرب على مغيب الشمس، والعشاء على مغيب الشفق، مغيب الشفق الأحمر. والرجل يصلي مع المسلمين مع الجماعة، وأما المرأة فإنها تصلي إذا دخل الوقت، وإن أخرت فلا بأس بذلك على ساعتها، لكن لا تقدم قبل الوقت. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا معنا اتصال الأخ منصور من الرياض، تفضل. السلام عليكم الشيخ. السلام ورحمة الله. سؤالين يا شيخ. السؤال الأول عن الصلاة في الفلاة، سمعنا أنها تعدل 50 صلاة، فهل يتقصد الإنسان يتوقف في البر حينما يكون مسافرا، أم يصلي في مساجد الطرقات؟ السؤال الثاني، يصلي مع الجماعة. يا أخي يصلي مع الجماعة ولا يتقصد يقول بصلي بالفلات، يصلي مع الجماعة في المساجد. نعم. السؤال الثاني عن إخواننا المحافظين في الشام والمجاعة التي تصيبهم والبرد، ما هو دور المسلمين تجاههم؟ إخواننا المحاصرين في الشام والمجاعة التي تصيبهم، كم هو دورنا تجاههم؟ ساعدوهم، ساعدوهم يا أخي، ساعدوهم. فيه جهات تتقبل التبرعات لهم وترسلها لهم، اسألوا عنها وقدموا ما تريدون من المساعدة. نعم، عن طريقها. نعم. شكرا يا أخ منصور. أيضا شيخنا الفاضل، يعني وردت أسئلة كثيرة من المشاهدين والمشاهدات،
يعني تسأل فضيلتكم عن حكم بيع الذهب بالذهب عن طريق بطاقات الصراف والشبكات الإلكترونية، هل هذا يدخل في الربا؟ نعم، لا بد من التقابض في المجلس، الذهب بالذهب والفضة بالفضة لا بد من التقابض في المجلس ولا يتفرقان وبينهما شيء. نعم أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة الواردة إلى هذه الحلقة يقول: ما هي صفة المس على الخفين؟ أن يضع يديه مبلولتين بالماء من رؤوس أصابعه إلى ساقيه على ظاهرهما، على ظاهر الخفين، من رؤوس الأصابع إلى الساقين، نعم، مرة واحدة. نعم أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول: هل يمسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، أم يجوز أن يمسح بإحداهما كلتيهما؟ كله جائز. نعم. وهذا السائل يقول: مع شدة البرد أرجو من فضيلة الشيخ صالح الفوزان بيان صفة التيمم. صفة التيمم كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يضرب الأرض التي عليها غبار، يضربها بباطن كفيه ويمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه بضربة واحدة، وإن جعل ضربة للوجه وضربة للكفين فلا بأس بذلك. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل يجوز رواية الحديث الضعيف والموضوع خاصة في فضائل الأعمال؟ يعني قصده ذكر الحديث. نعم يا شيخ. ذكر الحديث الموضوع لا يجوز، وأما الحديث الضعيف فهذا يختلف باختلاف موارده، قد يكون يرتفع إلى درجة الحسن لغيره بالمتابعات، وقد ما الضعيف ما هو واحد، وهذا إنما يعرفه أهل العلم. فإذا عرض لك حديث ولا تدري عن صحته أو عن سنده، اسأل أهل العلم المتخصصين في علم الحديث. نعم. يقول فضيلة الشيخ: هناك فتاوى تنتشر للنساء بتحريم العباءة على الكتف، فهل هذا صحيح؟ عند الخروج نعم، العباءة تكون على جميع الجسم من الرأس إلى القدم، ولا تكون على الكتفين، تكون على الرأس من الرأس إلى القدم، ساترة لجميع البدن. نعم. وأيضا سؤالها الثاني تقول: ما الذي تستره المرأة في صلاتها، وما الذي يظهر؟ أحسن الله إليكم. إن كان عندها رجال غير محارم فإنها تستر جميع بدنها، وإن كان ليس عندها رجال أو عندها محارم من الرجال فإنها لا تظهر من جسدها إلا الوجه، تكشف وجهها إذا لم يكن عندها رجل غير محرم، فإنها تكشف وجهها فقط، وما عدا ذلك فإنها تستره كله. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيضا هذه السائل تقول: أحيانا بعد الغسل من الجنابة أجد شيئا يخرج من مخرج البول، وقد يكون من آثار البول أو من آثار الجنابة، فهل أعيد الاغتسال أم أتوضأ فقط؟ إذا عممت الماء على البدن فإنها بنية الاغتسال فإن الجنابة تزول، وإذا خرج شيء من السبيلين بعد ذلك فإن هذا ينقض الوضوء، فيكون عليها الاستنجاء والوضوء فقط. نعم. وأيضا هذا السائل يسأل يقول: هل يجوز للإنسان في خاصة مع التطور في دورات المياه ووجود السيراميك وغيره أن يقرأ الأذكار داخل دورات المياه؟ أما محل قضاء الحاجة فلا يذكر الله بلسانه فيه، وأما ما كان من المرافق محل قضاء الحاجة
مثل عند الغسالات التي في الجدار خارج محل قضاء الحاجة لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ماذا يفعل الطلاب ومن لديه كتب لا يحتاجها؟ هل يحرقها أم يضعها في أرض طاهرة أم ماذا يصنع؟ الذي عنده كتب ينتفع بها وهو مستغن عنها يضعها في المكتبات العامة للمطالعة ينتفع بها المسلمون. نعم. لدينا اتصال فضيلة الشيخ. الأخ مشعل من مكة، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام. أنا أتوضى وضوء كامل إلا إذن اليمين، ما أتوضى على عشان مركب السماعة. الجوز ولا ما ماذا على الرجل اليمين يا مشعل؟ أنا أركب سماعة، أنا سمعي ضعيف مركب سماعة في إذني. أها. وأنا أتوضى كامل إلا اللي فيها السماعة، ما أتوضى فيها، ما أقدر أحط الموية، إذا حطيتها تخرب. شيخنا يقول انه يتوضا وضوءا كاملا لكن اذنه احدى اذنيه فيها سماعه فلا يضع فيها الماء. يا اخي الماء ما يوضع في الاذن، انما تمسح، تمسح الاذن داخلا وخارجا بالاصابع بالاصبعين مبلولتين بالماء. نعم. في سؤال اخر مشعل؟ شكرا للأخ مشعل على سؤاله. أيضا فضيلة الشيخ صالح حفظكم الله ورعاكم يقول: ما هي أقل مدة وردت عن السلف في قراءة القرآن الكريم وختمه؟ ثلاث ليالي في صلاة الليل، ثلاث ليالي يحزبون القرآن على عشر ليال، على سبع ليال، على ثلاث ليال، هكذا كانوا يحزبون القرآن رحمهم الله. نعم. فضيلة الشيخ صالح يقول: من ابتلي بترك الجمعات لفترات طويلة هل هذا يجدد إسلامه أم يحكم عليه بأمر معين؟ عليه التوبة إلى الله والمحافظة على صلاة الجمعة، ومن تاب تاب الله عليه. تركه لصلاة الجمعة فيه إثم عظيم ولكنه لا يكفر بذلك، لكن عليه إثم، فعليه أنه يتوب إلى الله عز وجل ويحافظ على صلاة الجمعة. نعم. وهذا يسأل فضيلة الشيخ عن طريقة التسبيح، وهل يكون بكلتا يديه أم بإحداهما؟ أفتونا مأجورين. الأمر في هذا واسع، كما أنه يرفع يديه عند التكبير كليهما، كما أنه يرفع يديه كليهما في الدعاء، كذلك يرفع يستعملهما عند التكبير وعند نعم. وهذا لا يرفع يد واحدة. أحسن الله إليك. يقول: أنا لا أغتسل للجمعة إلا ليلتها أو قبل صلاة الفجر، فهل أدخل في الفضل الوارد في ذلك؟ بارك الله فيكم. الفضل الوارد يعني بعد صلاة، إذا اغتسلت من طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس أو عند الذهاب إلى الجمعة قد حصلت على أجر الاغتسال للجمعة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا السائل يسأل يقول: ما هي الأسباب التي تعين الشاب على بر والديه؟ عليه الذي يعينه على ذلك تذكر ما للوالدين من الفضل عليه ومن الحق عليه، وتذكر ما أوصى الله به في حقهما، فإن هذا مما يعينه على برهما. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حكم النعي الذي يكون في المساجد أو بعد الصلوات، وهل إذا نبه المصلين إلى موت جارهم أو موت قريبهم مثلا هل يعتبر هذا نعيا؟ لا، النعي المذموم لا يعتبر، هذا من الإخبار عن موته لأجل الصلاة عليه والدعاء له وتشييعه، هذا شيء طيب. وقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج وصلى بأصحابه عليه صلاة
الغائب. فإذا كان المراد من الإخبار بموت الشخص الدعاء له، أو المراد بذلك حضور الصلاة عليه وتشييعه، أو كان المراد بذلك من له عليه حق أن يتقدم لأخذ حقه من تركته، فهذا لا بأس به. نعم. فضيلة الشيخ يقول: بعض المبتعثين يصلون صلاة الغائب على موتاهم إذا لم يستطيعوا السفر إلى بلدهم بسبب الدراسة. الأمر في هذا واسع والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول: ما حكم التباكي على الموتى الذين ماتوا قبل فترات طويلة وذكر بعض محاسنهم وأيضا استدعاء البكاء والحزن عليهم، هل هذا يعد من قبيل البدع؟ نعم، تجديد الحزن وهذا لا يجوز، لكن الدعاء لهما والاستغفار لهما والصدقة عنهما هذا هو المطلوب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذه السائلة تسأل عن أنها ارتدت القفازين في العمرة جهلا منها، وبعض النساء تقول إن عليها كفارة أو فدية، تقول: أفتوني مأجورين. إذا كانت جاهلة بالحكم أو ناسية فلا حرج عليها، لكن بشرط أنها إذا ذكرت أو علمت أن هذا لا يجوز أن تنزع القفازين، فلا حرج عليها. نعم. وهذا السائل يسأل يقول: ما هو الفجور في الخصومة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا خاصم فجر؟ الكذب، المراد بالفجور الكذب، يحلف وهو كاذب. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يسأل عن قوله بعض الناس لزوجته: أنت حرام علي ومن هذا القبيل، وهل يكون ظهارا؟ هذا عليه أن يتقدم إلى دار الإفتاء بهذا السؤال أو إلى المحكمة الشرعية. نعم. أيضا سؤاله الثاني يقول: أنا مبتلى بكثرة الحلف بالطلاق خاصة في ما يسمى بالولائم والعزائم، وأيضا التلزيم على الجيران والأحباب، فما هي نصيحتكم؟ هل علي كفارة في هذا؟ عليك أن تترك هذه العادة السيئة ولا تستعمل الطلاق في كل ما تريد أن يفعل أو يترك، لا تتعود لسانك عليه. وإذا حصل منك أنك تلفظت بالطلاق فإنك تراجع المحكمة وتراجع دار الإفتاء. نعم. وهذا يقول: شخص مبتلى بمشاهدة المقاطع والصور الخادشة للحياة والعارية، فما هو توجيهكم له؟ أن يترك هذا يا أخي، توجيهنا أنه يترك هذا ويبتعد عنه ويتوب إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول: الماء الذي يكون في الشوارع الذي يخرج من البيوت أو من أثر المطر وما إلى ذلك، هل يعد نجسا؟ وهل يتقيه الذي يذهب إلى المسجد؟ لا يا أخي، هذا من التنطع ومن التشدد، الأصل فيه الطهارة والحمد لله. نعم. وأيضا هذا السائل يقول: أحيانا أخذ ماء جديدا للأذنين، فهل يعتبر هذا من الابتداع؟ لا داعي إلى هذا، الأذنين تمسحان ببقية بلل الرأس، لا بأس بذلك. نعم. وأيضا سؤاله الثاني يقول: بعض الناس يقول إن الرقبة تمسح في الوضوء، ويروي في ذلك حديثا ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها أمان من الغل يوم القيامة. هذا كذب، حديث مكذوب. ولا يمسح العنق ولا يغسل إلا في غسل الجنابة. نعم. أيضا من الأسئلة التي وردتنا يقول أحد المعلمين يقول: كيف نسعى في تعميق وحدة الصف وتربية الشباب على الاجتماع على إمام واحد وجماعة واحدة لدى الطلاب، بارك الله فيكم؟ يا أخي، درسوهم كتب العقيدة المقررة عليهم، وفيها الكفاية إن شاء الله، كتب العقيدة المقررة عليهم، اشرحوها لهم وبينوها لهم. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول: ما حكم التسمية بأبرار وإيمان وما شبه هذه الأسماء؟ لا بأس بذلك، الأصل في التسمية
الإباحة إلا إذا كان الاسم يشتمل على معنى محرم أو مكروه. نعم. وأيضا سؤالها تقول: أخي يرغب في تغيير اسمه، فهل إذا غير اسمه يجعل لذلك ذبيحة أو وليمة؟ أبدا لا يعمل شيئا، يغير اسمه ولا يعمل لذلك شيئا. نعم. شيخنا، هل كل أحد يغير اسمه متى شاء، أم إذا كان الاسم مثلا قبيحا أو ليس له معنى في اللغة أو شيء من هذا القبيل؟ إذا كان له معنى محرم يجب عليه تغييره، وأما إذا كان معناه غير محرم فلا داعي لتغييره. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيضا هذا السائل يقول: ما هو فضل الوتر وقيام الليل، وهل إذا أوتر يعتبر قائما الليل؟ أفتونا مأجورين. الوتر ختام قيام الليل، ومن اقتصر على الوتر ما يكفي هذا عن قيام الليل، ولكنه يكون أدى الوتر فقط. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. معنا من جدة الأخ نواف، تفضل. نواف معنا الخط. فضيلة الشيخ، أيضا من الأسئلة التي وردت يقول: هل يغني الغسل الأكبر عن الوضوء؟ يعني لو اغتسل هل يغني هذا عن الوضوء، خاصة في يوم الجمعة أو الجنابة؟ وهل ثمة تفصيل في هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى إدخال الوضوء في الاغتسال فإن الاغتسال يكفي، لأنه نواه ودخل في الاغتسال. نعم. فضيلة الشيخ، إذا لم يتوضأ وهو يريد الاغتسال، هل لابد له من أن يتمضمض ويستنشق؟ لا بد من المضمضة والاستنشاق في الوضوء وفي الاغتسال، لأنهما في حكم الظاهر، في حكم الوجه، في حكم الظاهر من الوجه. نعم. نعود إلى الأخ نواف من جدة، تفضل نواف سؤالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. ألو. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ، عندي واحد من أصدقائي من الجنسية العربية، هو عايش في إحدى الدول الغربية، والصديقي هذا يسأل: هل يجوز العمل في محل فيه بيع لحوم الخنازير؟ لا، ما يجوز أن يشتغل عائلة. ألو. لا يجوز أن يشتغل المسلم في محل يباع فيه لحم الخنزير أو الخمر أو المحرمات، لا يشتغل فيه، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. في سؤال آخر أخ نواف. شكرا للأخ نواف. وأيضا لا يسعنا في نهاية هذه الحلقة إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى لسماحة شيخنا الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، الذي تفضل بإجابة المشاهدين والمشاهدات. شكر الله لشيخنا وشكر الله لكم، وإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.